أبو ليث من العراق يسأل عن حكم لبس الثوب الأحمر، يقول الناس مختلفين، يقول ما حكم ذلك؟ بعض الناس يقول الفاتح وبعض الناس يقول الغامق. أخي أبو ليث بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسنه جمع من أهل العلم على نهيه عن لبس المعصفر والمزعفر، ومن جملة ذلك هذا الثوب الأحمر القاني، يعني الغامق الذي يعني الحمرة فيه شديدة جدا، هذا يسمى الأحمر القاني، فهذا هو المنهي عنه. أما الثوب الأحمر الفاتح يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر الفاتح.